ما نقول لكم اليوم وهو أنه هذه القرارات فهي قرارات تأتي نتيجة للوضعية الصعبة التي التطورات الصعبة التي نعيشها اليوم من خلال ندرة المياه. هذه القرارات فهي تتخذ على الصعيد المحلي، وبالتالي فبالطبع نحن نصب إلى سريع في الخروج من هذه الأزمة، ونعمل جاهدين خصوصا بالنسبة إلى العديد من المناطق ومنها مدينة الدار البيضاء من أجل حل هذه الإشكالية من خلال القنوات التي نقوم ببنائها، من خلال جلب الماء من السبو من لصالح بالطبع مدينة الدار البيضاء الشمالية وكذلك المنطقة الجنوبية، وكذلك جلب الماء من جديدة بالنسبة لتحلية المياه، كل ذلك لصالح المواطنين لكي نتجاوز هذه الإشكالية. شكراً.